سيد يقول أنا خلطت بين موعد إقامة وبين موعد إقامة الصلاة وموعد الأذان، صمت 5 أيام على موعد الإقامة والإقامة بعد الأذان ب15 دقيقة. سكي في الصوم في لحظة الإفطار، يعني طولت صومي 1/4 ساعة. إشكال فين؟ في السحور، أن أنا ظللت أكل وأشرب بعد الأذان بالمدة التي تكون دائما أو غالبا بين الأذان والإقامة. هل يلزمني القضاء؟ الظاهر بناء على ما ذكر، أنت لم تمسك عند طلوع الفجر ظنا منك خطأ بقاء الليل، وخطأ منك في الخلط بين ميعاد الإذان، بين ميعاد الأذان وميعاد الإقامة. أرجو أن تعذر بهذا الخطأ، وأن يشملك قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا، فلا يلزمك القضاء. وقد ثبت في الصحيحين أن طائفة من الصحابة كانوا يأكلون حتى يظهر لأحدهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لحد ما الدنيا تنور خالص فيبان ده من ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحدهم: إن وسادك لعريض، أو إنك لعريض القفا. إذا الليل والنهار تحت مخدتك قد إيه عرض قفاك هذا؟ الحديث عن بياض النهار وعن سواد الليل لم ينقل أنه أمرهم أنهم أمرهم بقضاء، جهلوا الحكم فكانوا مخطئين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت عن عمر بن الخطاب أنه أفطر ثم تبين النهار فقال: لا نقضي فإن لم نتجانف لإثم. والمسألة خلافية، لكن هذا القول أقوى أثرا ونظرا وأشبه بدلالة الكتاب والسنة والقياس.